الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما يسع علم الله. اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا، وأعنا على ما أقمتنا فيه، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وثبتنا على الحق وثبت الحق بنا يا رب العالمين، وألهمنا رشدنا ويسر أمرنا واستر عيبنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا نحن وذريتنا وأحبابنا وآبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل كتاب قراءة كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ووقفنا بعدما تكلم على الشروط، فصل في أحكام الخيار انتهينا منها، ثم بعد ذلك فرع منها إلى قوله: ولا يجوز بيع الثمرة المنفردة عن الشجرة مطلقا، أي عن شرط القطع، إلا بعد بدو أي ظهور صلاحها، وهو فيما لا يتلون انتهاء حالها إلى ما يقصد منها غالبا، كحلاوة قصب وحموضة رمان ولين تين، وفيما يتلون بأن يأخذ في حمرة أو سواد أو صفرة كالعناب والإجاص والبلح. أما قبل بدو الصلاح فلا يصح بيعها مطلقا، لا من صاحب الشجرة ولا من غيره إلا بشرط القطع، سواء جرت العادة بقطع الثمر أم لا. ولو قطعت شجر عليها ثمر جاز بيعها بلا شرط قطعها، ولا يجوز بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه أو قلعه، فإن بيع الزرع مع الأرض أو منفردا عنها بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط، ومن باع ثمرا أو زرعا لم يبدو صلاحه لزمه سقيه قدر ما تنمو به الثمرة وتسلم عن التلف، سواء خلى البائع بين المشتري والمبيع أو لم يخل. نقف عند هذا اليوم. هو هنا هذا الباب أصلا مبناه على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر على الشجر قبل بدو صلاحه، وهي عادة كان يعتدها الأنصار قبل الإسلام في المدينة المنورة، يبيع ثمر النخل لمدة أعوام قبل بدو الصلاح طبعا وقبل ظهوره، فأحيانا تصيب آفة فيكون المشتري يصيبه الضرر لأنه دفع ولم يأخذ ثمر، وأحيانا يكون الثمر أكثر ويكون دفع أقل فينضر البائع فيحدث نزاع. فلما حدث نزاع أمام النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته بين بعض تجار المدينة وزراعها، حيث أنهم يشترون على الشجر قبل بدو الصلاح فيحدث التلف أو لا يحدث فيحدث النزاع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ذلك، وده كان سبب النهي، ثم استقر النهي على ذلك لكل الأمة بعد ذلك لرفع النزاع أساسا، لأنه لا يجوز أكل مال المؤمن إلا بطيب نفس أو بعقد صحيح. طالما ما فيش طيب نفس ولا في عقد صحيح يبقى ده أكل أموال بالباطل، وبالتالي ربنا بيقول لهم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تفسير هذه الآية الجامعة الشاملة بيّن أحكام البيوع وأحكام الربا وأحكام المعاملات المالية وغير ذلك كلها في تفصيل فصله الفقهاء بعد ذلك فهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجلدات طويلة كبيرة، وهي كلها مجملة في عدة أحاديث، وده من جمال بيان النبي وإعجاز بيان القرآن وإعجاز النبي في
شرح القرآن لأمته شرحا يكفيهم لكل عصر. ولذا يقول هنا: ولا يجوز بيع الثمرة المنفردة عن الشجرة مطلقا، أي عن شرط القطع، إلا بعد بدو أي ظهور صلاحها. لأن أنا ممكن أبيع الشجرة بما عليها بالأرض اللي فيها، يجوز في أي وقت في أي وقت، لأن ببيع الشجرة ده الأصل، الثمرة ده فرع منها، فأنا ممكن أبيع الشجرة بتاعتي على بعضها في أي وقت من العام، في أي وقت من العام عليها الثمر ما عليها الثمر ممكن، لأنه هياخد الأصل وما ينبني عليه من فروع بعد ذلك لا يضر، ياخدها معاه كويس. لكن لا يجوز بيع الثمرة منفردة عن الشجرة، على أساس الشجرة ملكي وأنا ببيع له الثمر، إلا لما يبدو صلاح. واضح؟ واضحة الحكاية دي؟ طيب افرض إن في بعض الثمار يجوز الانتفاع بها قبل بدو كمال الصلاح، يبقى يجوز بيعها بس بشرط القطع. واضح؟ في بعض الثمار، يعني أنا رحت أوغندا مثلا زرتهم، هناك بيزرعوا الموز والبن والشاي والسمسم، هي دي مزروعات أوغندا. فعندهم أنواع من الموز أفضل قطعه وهو ثمر صغير أخضر، نوع كده معين، يبقى ده قبل ما يصفر وقبل ما ينمو هو الانتفاع بيه، وهو في الحجم ده بيخللوه يعملوه موز مخلل زي الترشي، يحبوا بيستفيدوا بيه كده. هو اصلا الزرع ده ولو سابوه كبر وطول يبقى جاف من جوه ما يستفادش بيه، يبقى في الحالة دي له ان يبيع هذا الثمر قبل بدو كمال صلاحه، لا بس بشرط القطع على هذه الحال، بشرط القطع، لان له وجه انتفاع. فهم؟ له وجه انتفاع. لكن لما يبقى الثمر لا وجه للانتفاع به على هذه الحال الا بعد ما يصفر او يحمار او يترطب او شيء من هذا، يعني يكمل نموه، يبقى لا يجوز بيعه حتى يبدو صلاحه اي الانتفاع به، ولو في بعضه، ويسحب البعض على الكل، لان بعض الثمر بعض الشجر ممكن يبدو صلاحه قبل بعض الشجر الاخر في نفس البستان. ليه بقى؟ لانه يؤمن العاهه غالبا. اذا بدا يقول لك النوار اول ما يشقق ويطلع الثمره يبقى غالبا امن العاهه، يبقى خلاص اتعرف الكميه قد ايه، بحيث لما يبقى واحد خبير ويمشي يسموه الخارس، اللي هو بيخرس يعني بيخمن كميه الثمر قد ايه وهو على الشجر، يمشي كده يلف في الايه في البستان ويعد الشجر ويبص على الثمر يقول لك ده هيجيب كذا طن، ده هيجيب كذا، ويطلع كلامه في الغالب صحيح، يمكن يفرق 10 20 كيلو ما بتفرقش كتير، ده يسموه الخارس. كويس؟ الخارس جاي من الخرس وهو التخمين، يعرف يعمل كده، يعرف يعمل كده امتى؟ بعد بدو الصلاح، بعد ايه؟ انشقاق النواره، يسموها النواره، تشق ويطلع منها الثمره وتحمر، يبقى قويه ايه في مواجهه العاهه، يبقى ساعتها البائع صاحب الشجره عرف كميه الثمره اللي عنده قد ايه، فما حدش يجي يضحك عليه وياخد منه كميه اقل من اللي هتطلع، والا يبقى اتظلم، مش كده؟ لانه هيقول له ده السنه اللي فاتت الشجر بتاعك جاب كذا طن، طب ما يمكن السنه دي ربنا يبارك فيه ويزيد، فما يحكمنيش انا على حكم السنه اللي فاتت والا يظلمني. وفي نفس الوقت برضو انا اامن كبائع ان انا اظلم المشتري فادي له حاجه اكتر من القيمه الفعليه اللي هياخدها، والا يبقى اكلت ماله بالباطل. اديته ثمر قيمته 100,000 جنيه وهو جانا منها ثمر قيمته 40,000، لان الثمر قليل السنه دي. طب انا يبقى عندي 60,000 خدتهم منه بالباطل. اوديهم فين دول؟ حرام علي. فهمت بقى ازاي؟ يبقى يا اما هيبقى في حرام على البائع او حرام على المشتري. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لرفع الخلاف ولرفع النزاع ولتطيب ايه المال، لان المال الطيب اساس ايه الطعام الحلال، والطعام الحلال اساس قبول العباده، والا ما هو الطعام الحرام يتولد منه طاقه ما تتصرفش الا في المعصيه، تبقى عايزه تتصرف بس في المعصيه، والطعام الحلال تتولد منه طاقة وهمة في العبادة، يوم يجي لك همة على الذكر، هم على الطاعة، هم على العبادة، لأن طعامك حلال.
فاول ما يدخل الطعام الحلال تبص تتولد فيك الهمم الخيره والخواطر الملكيه والرحمانيه، ولو دخل الطعام الحرام تتولد الخواطر الشيطانيه والخواطر الشهوانيه والنفسيه. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم عايز يحمي امته، يحمي امته ايه؟ من هذه الاشياء اللي هي اصلا بتتولد من الطعام الحرام اللي بياتي من المال الحرام اللي بياتي عن غير طيب نفس. شفت بقى المساله كلها جايه ازاي؟ عشان كده التصوف الحقيقي وعباده الله الحقيقيه تبدا في التعامل مع الناس وفي تحري الحلال. تبدا كده، مش تبدا بالسبحه والورد زي ما الناس متصوره. العوام كده متصورين، يقول لك انا خدت الطريقه على الشيخ، يعني اداني السبحه واداني كتاب الاوراد. هو مش هو ده التصوف. ده السبحة والورد والذكر ده يعينك فقط، يعين فقط على ما أنت مقبل عليه من إيه؟ من مراقبة الله في السر والعلن بين الخلق وبين الحق وبين النفس وفي كل أحوالك. دي حاجة تعينك بس، ولكن ليست هي أصلا بيت القصيد. فهمت بقى المسألة؟ فعلشان كده نشوف هنا كلام إيه الشيخ البيجوري بيقول: ولا يجوز بيع الثمرة، أي ولا يصح أيضا. كلمة لا يجوز يعني لا يصح، ولا يصح أيضا يعني لا يجوز يعني حرام والعقد باطل. أدي ما أنا عايز يقول لك كده، يعني لا يجوز يعني حرام ولا يصح يعني العقد باطل. فهمت بقى؟ لأن أحيانا يكون العقد صحيح ولا يجوز. عايز يعني زي مثلا إيه؟ وقت صلاة الجمعة ذروا البيع. طب افرض انا اشتريت وقت صلاة الجمعة، العقد صحيح وحرام. فهمت؟ يبقى العقد لا يجوز لكن يصح. هنا بقى عايز اقول لك ده لا يجوز ولا يصح كمان. خد بالك، شفت كلام الفقهاء؟ ما فيش اصلا متكرر. اللي يظن ان في كلام متكرر ممكن شطبه يبقى مش فاهم كلام الفقهاء. ما تعرفش تشطب. لأن كل حاجة موزونة بميزان دقيق أكثر دقة من ميزان الجواهرجي. ليه؟ لأن بيبين فيها أحكام الله. فهنا بيقول لك النوع ده بالذات لا يجوز ولا يصح كمان. يعني لا يجوز يعني حرام، ولو عملته باطل كمان. واضح؟ يقول: ولا يجوز بيع الثمرة، أي ولا يصح أيضا. تفتكر أنت لا يجوز يعني لا يصح، فتقول ليه أيضا؟ يأتي مغايرة. فهمت المغايرة؟ مهمة دي. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأنها لا يؤمن عليها من العاهات غالبا. طول ما الثمرة لسه طالعة يعني بدارة كده قبل ما تنشق وتنفتق، ممكن العاهة تبقى جواها فتمنعها من الانفتاق، وانت مش شايف العاهة فتشتري على اي اساس؟ فهمت؟ وعشان كده لازم تستناها لما تنفتق، ولما تنفتق تستناها لما تنمو، وبعد ما تنمو تبتدي تاخد اللون بتاع النضج اللي هو ينعي. واخد بالك؟ انظروا الى ينعه. واخد بالك؟ اللي هو ينعي اللي هو ايه؟ الثمره نفسها. بيؤمن ساعتها بقى العاهه لانها بتبقى قويه بحيث تامن العاهه. وقوله ويقول لك غالبا ليه؟ لان احيانا توصل لكده بس ده في القليل النادر، وبرضه تبقى مش كويسه، بس ده في القليل النادر، والنادر لا حكم له. واضح؟ عشان كده قال لك غالبا. كل كلمه مهمه، ما اقدرش اشطب غالبا واقول هلخص الكتاب. ما ينفعش تلخص الكتاب تخل المعنى. واضح؟ وقول المنفرد عن الشجره، عشان كده حصل خلل. يعني جم بعض الناس هجمت على مثل هذه الكتب وقال لك هلخصها، فحصل خلل. تيجي تقرا الملخص تفهم غلط خالص، لانه شال كلام مهم، لانه لما لخصها فكر ان الكلام ده مش مهم. ايه غالبا؟ ما هو لا يجوز يعني لا يصح. ايه يشيل دي ويحط دي؟ يوم اللي يقرا عمره ما يبقى فقيه ولا يتعلم، يبقى معاه شهاده وعمه وتحتها ابو جهل. تحت العمه ابو جهل، مش تحت العمه شيخ بقى، لا، ده تحت العمة أبو جهل. دي مصيبة. علشان كده لازم تعرف إن الكلام ده كلام غالي. العلماء ما كتبوهوش إلا بعد ما قعدوا يدرسوا 40 و50 سنة و60 سنة ويراجعوا مع بعض.
ويقول لك لا حط الكلمة دي، لا ما تحطش الكلمة دي، ومر على مر العصور لحد ما استقر على هذا الوضع. زي مثلا كتاب المنهج، مختصر المنهاج لأبي زكريا الأنصاري، راجعه 300 مرة قبل ما يثبته على لجنة من العلماء مكونة من 90 عالم. فساعتها ما تقدرش تشيل حرف، مش كلمة، ما تقدرش تشيل حرف خلاص. ده الإمام أبي زكريا الأنصاري كان يقعد معاه مين؟ الخطيب الشربيني والرملي، دول تلامذته، وهم أصلا كانوا أئمة كبار، ويقعدوا يقرأ عليهم عبارة الملخص بتاع المنهج، تلخيص المنهاج، يقوموا يراجعوها في إيه؟ في لجان علمية 300 مرة، مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة، وكل مرة يشيل عبارة ويحط عبارة ويشيل واو ويحط بدلها فاء كده، علشان تعرف ان احنا اللي افسدنا الجيل بتاعنا ده، احنا افسدنا التراث بتاعنا. وفي الاخر نقول عليها كتب صفراء، يا عم ما تقراهاش، كتب صفراء ايه يا عم، ده انت الاصفر، ده انت الاصفر من كتر الضعف والهزال. فخد بالك علشان تفهم دقة العلماء في عباراتهم، لانهم بيبينوا احكام الله. فطالما بيبين احكام الله لازم يكون عنده دقة شديدة. ده الطبيب اللي هو اصلا بيتعامل مع فرد جسم بني ادم واحد بس مش امم، لازم يكون دقيق جدا في عبارته وفصله للدواء، والا يفسد صحه الانسان، مش كده برضه؟ فما بالك بقى دول بيقولوا كلام وعبارات لكل الامم، لملايين الاجسام وملايين العقول على مر العصور. يبقى لازم يكون عندهم دقه اشد من دقه الطبيب في صناعته. شوف قد ايه، عشان كده دي مهمه. يعني القائم في صناعه الفقه، لان الفقه ده صناعه برضه، القائم فيه ده لازم يكون عنده دقه شديده وتقوى وورع ونور وعدم تسرع. فناخد بالنا. شكرا يا شيخ. وقوله المنفرد عن الشجره، يقول لك هنا بقى في الشرح، قال لك ولا يجوز بيع الثمره. أم الشيخ الشارح قال إيه؟ المنفرد عن الشجرة، اللي هو ابن قاسم الغزالي، عشان تعرف إن لو باع الثمرة مع الشجرة جاز. فهمت بقى إزاي؟ فقال لك هنا لا يجوز بيع الثمرة، خد بالك مش مطلقا، لا ده المنفرد عن الشجرة، أما لو كانت مع الشجرة ممكن. فهمت بقى الكلام؟ يبقى ينفع إن أنا أشطب السطر ده؟ ينفع أشطب الثلاث كلمات دول؟ ما ينفعش. يبقى مفيش حاجة اسمها ألخص. ألخص ده معناه اللي يلخص ده لازم يبقى يكون علامة كبير قوي، بقاله مثلا 50 سنة قاعد يدرس الفقه وقرا كل الحواشي وقرا كل، وبعدين يبتدي يلخص بفهم، وبعدين بعد كده يراجع ما لخصه على العلماء زي ما عمل سيدنا زكريا الأنصاري. مش على طول يهجم ويلخص وعلى المطبعة والكمبيوتر ويطبع ويبدأ ويوزع على الناس زي ما الناس بتعمل دلوقتي. غلط غلط، الحكاية مش بالسهولة دي، حرام. وقول المنفرد عن الشجرة بخلاف بيعها مع الشجرة فإنه يجوز لغير بغير شرط القطع، لأن الثمرة تابعة للأصل وهو غير متعرض للعاهة. الأصل نفسه، أنا بيع الأصل الشجرة بحالها، والأصل غير متعرض للعاهة لأنها شجرة مستقرة في الأرض خلاص كويس، نخلة بتدر بقالها مثلا 30 سنة أو 40 سنة خلاص بقى دي اصلها. العاهه تصيب، تصيب ممكن العرجون لكن ما تصيبش النخل. واضح؟ لان الثمره تابعه للاصل وهو غير متعرض للعاهه، ولا يجوز بشرط القطع، ولا يجوز ان انا ابيع الشجره بالثمره عليها واقول للمشتري بشرط بعد ما تديني الفلوس تقوم تقطع الثمره اللي عليها. قال لي ايه ده اقطع الثمره؟ هو بقى مالكها وانا هتحكم فيه، والمالك حر التصرف، يبقى ما اشترطش عليه قطع الثمره اذا اشترى مني الشجره، لان صارت الثمره جزء من ملكي وهو له حريه بقى ايه التصرف في ملكي. واضح؟ علشان كده بيقول لك ولا يجوز بشرط القطع لان فيه حجرا على المشتري في ملكه. فاهم كلام الشيخ؟ وخرج بالبيع الرهن ونحوه فانه جائز. ممكن ارهن، ممكن أرهن الشجرة عند في باب الرهن،
عند الايه؟ عند المرتهن حتى يضمن حقه، بغض النظر عن الثمره فيها طالعه ولا مش طالعه، لان ده ضمان حقه. ولما يطلع الثمر يبقى ايه؟ لو انا عجزت يبقى يبيع الثمار وياخد ايه؟ دينه اللي هو محتاجه، ويسيب لي الباقي وخلاص. يبقى في الرهن ممكن ارهنها، مش شرط ان انا استنى بدو الصلاح، لكن في البيع ما بيعش الثمره منفرده عن الشجره الا بعد بدو صلاح، لكن ممكن ابيع الشجره بالثمره عليها بغير شرط القطع، لان الفرع الثمره تابع للاصل. واضح الكلام؟ قوله مطلقا اي عن شرط القطع. مقتضى تقييد المصنف بالاطلاق انه يجوز بيع الثمره قبل بدو الصلاح بشرط الابقاء، وليس كذلك. ما تفهموش كده، مش كلام الشيخ كده، وليس كذلك، بل لا يجوز حينئذ الا بشرط القطع. فلذلك صرفه الشارحي عن ظاهره بقوله اي عن شرط القطع، فيصدق بصورتين. ايه هما الصورتين دول بقى؟ وهما البيع مطلقا والبيع بشرط الابقاء. الاثنين دول، لان كل من هاتين الصورتين بيع مطلق عن شرط القطع، ويخرج بذلك صورة واحدة وهي البيع بشرط القطع. فالحاصل ان الصور ثلاثة، صورتان باطلتان، البيع مطلقا او بايه؟ بغير شرط القطع، وصورة صحيحة في المحشي. ولو فسر الاطلاق بالاحوال الثلاثة لكان اولى وانسب. انتهى. وفيه نظر، لأنه يقتضي على هذا عدم جواز البيع قبل بدو الصلاح ولو بشرط القطع، وليس كذلك. يجوز البيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع إن كان في الثمرة قبل بدو صلاحها نفع. واضح؟ إلا أن يحمل على أنه لا يجوز على الإطلاق، بل فيه تفصيل، والطريق الذي سلكه الشارح سهل لطيف. يعني هو عايز يستثنى الصورتين الباطلتين ويبين لك الصورة الجاية. الصورتين الباطلتين هو يبيع الثمرة مطلقا وما يقولوش اقطع او ما تقطعش قبل بدو الصلاح، او انه يبيعها وما يشرطش عليه شرط القطع. لان لو انا بعت الثمرة قبل بدو صلاحها ولم اشترط عليه القطع، هينبني عليها ان الثمرة في الوقت ده محتاجة خدمة ومصاريف ومصاريف جني. طب هتبقى على مين؟ ما انا بعت خلاص وخدت فلوسي، انا مالك. والتاني اشترى وبعدين مش هيقطع الوقت، وبعدين يجي بعد كده يلومني يقول لي انت ليه ما سقتهاش؟ انت ليه ما رشتهاش؟ طب ليه؟ ما انا بعتها يا عم، انا خلاص انا املك الاصل دلوقتي، انت تملك الفرع. هيبقى الرش على مين؟ والجني على مين؟ والقطع على مين؟ والمتابعه على مين؟ والحراسه على مين؟ ينبني عليها بقى اشوف مشاكل كبيره، مشاكل كتير. فهمت بقى ازاي؟ وبعدين مش كده وبس. طب افرض حتى المشتري قال لك انا علي، انا الحاجات دي كلها انا موافق، هيأذيك داخل طالع على البستان بتاعك، يأذيك كل يوم بحجة ايه؟ بروي، بحجة مش عارف. قاعد بقى تبقى انت مالكش خصوصية، وانت بيتك جوه البستان وجايب لك كل يوم عمال قاعدة تشتغل يضايقوك. طب استنى بقى انت بقى، بدل ما حد يضايقك بيعها لما يبدو صلاحها، عشان لما يشتريها يقطعها ويروح. فهمت بقى؟ ينبني عليها مشاكل كتيرة. جه الشرع عايز يقفل ابواب المشاكل دي كلها. واضح؟ يعني احنا في وجه بحري الى الان ساعات يبيعوا الشجر المثمر سنوات مؤدبه، عقد كده بيع ثمار لسنوات، او ده بيع باطل شرعا، بيع باطل شرعا قطعا. لان ده بيقول لك انا هشتري ثمار الايه؟ البستان ده، اذا كان في مثلا شجر تفاح، شجر مانجا، شجر موالح، اي شجر، لمدة 5 سنين، السنة ب10,000 جنيه. موافق؟ موافق، امضي عقد. هذا باطل. طب فين الثمر وفين بدو صلاحها وفين كلام النبي؟ ده بيع باطل. فهمت بقى ازاي؟ دي بيوع باطلة ومعمول بيها. هذه البيوع لا ينبني عليها حل المال اللي هياخده صاحب الشجرة، ويبتدي يبقى واخد المال ده حرام، ولا ينبني عليه حل الثمرة للمشتري فيبيعها ويبيع ويشتري ويكسب منها، فتلاقي رزق داخل له شبه كبيره فما فيهوش بركه. فهمت بقى ازاي؟ طب ايه الحل؟ ايه المخرج؟ المخرج انك انت اما تبيعها لما يبدو صلاحها كل سنه بسعر سنتها، واخد بالك، وتصرف عليها نفقتها
طيب افرض مش لاقي انت واحد يقبل هذا الوضع، يقول لك لا سيبها لنا، لان انت راجل بيئة فندي قاعد في القاهرة ومش فاضي انت تروح تروي وتعمل، ما عندكش خبرة، انت ده البستان ده انت ورثه من جدك وانت مالكش في الزراعة اصلا. طب تعمل ايه انت بقى في الحاجة دي؟ تقوم تعمل عقد انتفاع، عقد انتفاع مش عقد بيع، تسميه كده عقد انتفاع لمدة 5 سنوات مقابل 10,000 جنيه في العام أو 20,000 جنيه في العام، ما يبقاش اسمه عقد بيع، ده عقد انتفاع كأنه مأجره له ينتفع بيه، ومن ضمن هذا الانتفاع أن ياخد ثمر ويبيعه. فهمت بقى ازاي؟ عشان تخرج من الأزمة ويصير بعد ذلك الثمر ملك ليه، يبيع ويشتري فيه ويتصرف ويبقى الرزق اللي جاي له حلال، وانت المال اللي تاخده منه سنويا حلال ليك، تسميه عقد انتفاع. واضح؟ فخد بالك من الحته دي. الا بعد بدوي، بدوي بضم الباء الموحده والدال المهمله وكسر الواو، بدوي المشدده ومعناه الظهور، بدو يعني بدا اي ظهر، جايه من بدا يعني ظهر، بعد ظهور يعني. وهذا استثناء من أعم الأحوال، فكأنه قال ولا يجوز بيع الثمرة في كل حال إلا بعد بدو صلاحها، فيجوز بشرط القطع وبشرط الإبقاء مطلقا. يبقى بعد بدو الصلاح يعني الثمرة مش محتاجة خدمة، خلاص مسألة وقت وتتقطع وتتباع، خلاص تبقى مش محتاجة خدمة، ساعتها أبيع الثمرة في الحالة دي. واخد بالك؟ سواء بقى انا قلت له اقطع او ما تقطعش دلوقتي حالا كمان شويه في خلال اسبوع ما تفرقش، لانه هو نفسه المشتري لازم يقطعها في خلال فتره معينه عارفينها هم، والا الثمره هتروح واقعه لوحدها، ولما تقع لوحدها هتتعطل وتبوظ عليه، فهو هيقطعها هيقطعها. واضح؟ لان ايه؟ ان اوان قطعها. فيجوز بشرط القطع وبشرط الإبقاء ومطلقا. شفت بقى؟ بعد بدو الصلاح يجوز بكل الأحوال، بشرط أن أقول له اقطع أو ابقيها أو اقطعها وقت ما تحب، أو مطلقا أبيع الثمار مطلقا، لا أقول له اقطع ولا ما تقطعش، أقول له بعت لك الثمار اللي على الشجر ده. واضح؟ ده اسمه بيع مطلقا، يعني مطلق عن تحديد القطع أو عدمه. واضح؟ يعني مش منصوص في العقد نص القطع أو عدم القطع، ده معنى مطلق. فإن شرط القطع، فإن شرط القطع لزم الوفاء به إن لم يسمح البائع بتركها. طب افرض أنا شرطت وأنا بائع عليك يا مشتري القطع وأنت قبلت، يبقى وجب عليك أن تقطع، لأن إيه؟ إحنا عندنا إيه؟ ربنا بيقول إيه؟ أوفوا بالعقود. ربنا قال في سورة البقرة، في سورة المائدة، أوفوا بالعقود. وقالوا إيه؟ أن العقد شريعة المتعاقدين، يعني شروط العقد شريعة، مش كده برضو؟ فيبقى طالما شرط وأنا وافقت يبقى وجب الوفاء. وجب الوفاء قضاء ولا ديانة؟ ديانة وقضاء. ديانة يعني بيني وبين ربنا، حرام عليا لو ما وفيش يعاقبني، ولو راح قضاني عند القاضي، القاضي يحكم عليا ويلزمني جبري كده ان انا اقطع. فهمت بقى ازاي؟ فان شرط القطع لازم الوفاء، يبقى شرط القطع في العقد لازم الوفاء يعني وجب، بدليل اوفوا بالعقود، والمؤمنون عند شروطهم، مش قايل كده الرسول صلى الله عليه وسلم؟ المؤمنون عند شروطهم واوفوا بالعقود. ان لم يسمح البائع بتركها الى اوان الجداد، فان لم يقطع حتى مضت مده لمثلها اجره لزمه اجرتها ان طالبه البائع بالقطع، والا فلا. واضح؟ طب افرض ان المده دي عايزه اجره حراسه على ما يقطع،
وانا شارط عليك انك تقطعها قبل المدة دي، فانت اتأخرت، يبقى الحراسة عليك، ما انت اللي اتأخرت. واضح؟ والا فلو ان شرط الابقاء لازم الوفاء به ايضا كما هو ظاهر. جاء المشتري قال لي بس بشرط ان هشتري منك الثمر اللي على الشجرة دي وبعد بدو الصلاح، بس انا هخليه عليها لمدة شهر علشان في اخر الموسم يبقى السعر اعلى. كويس؟ هو شرط عليا كده في مصلحة ان هو يقعده كده. في بعض الاحوال يقول لك كمان تسيب الثمرة مدة معينة بعد الرش عشان الرش يتبخر يقوم ايه، ما تبقى السامة. فهمتني ازاي؟ بتبقى ساعات لها شروط صحية حتى، واحيانا شروط كمان علشان السوق والاسعار والتصدير والاستيراد والشغلانات، الحاجات المتغيرات السوق. فالتاجر بيبقى فاهم الحاجات دي. فجاء شرط عليا قال لي بس بشرط انا هخليها على الشجرة عندك لمدة شهر. ووافقنا خلاص، يبقى لازم عليا ان انا ما اجيش بعد اسبوع اشتكيه واقول انت ما قطعتش ليه، ما احنا لسه متفقين من اسبوع ان انا لمدة شهر، اشتكيك ليه؟ هو شغل عيال اطفال. فهمت؟ يبقى المؤمنون عند شروطهم. واضح؟ وان شرط الابقاء لزم الوفاء به ايضا كما هو ظاهر. وفي صورة الاطلاق اطلق بقى العقد، تشتري الثمر ده؟ ايوه اشترينا. بعد بدو الصلاح؟ بعد بدو الصلاح. لا جبنا سيرة قطع الان او عدم قطع. فهمت ازاي؟ نعمل ايه؟ وفي صورة الإطلاق يجوز إبقاؤها إلى أوان جذاذها المعتاد. يبقى الحكم بيني وبينك طالما ما نصناش على القطع العرف، إن دي عرفا في العادة بتتقطع في خلال أسبوعين ثلاث أسابيع، العرف كده. كل الغيطان اللي حوالينا اتقطعت خلاص، انت ليه سايبها لي؟ خيال مات عندي. فهمت؟ أنا عايز بقى ابتدي أخدم الشجر علشان الثمر الجديد، وأنت واقف لي حالي كده. فهمت بقى ازاي؟ يبقى هنا لما يكون العقد مطلق نعود الى ايه؟ الى العرف اللي هي العادة محكمة. العادة محكمة، نشوف العادة بقى. يبقى من ضمن أدلة الشرع الكتاب والسنة والقياس، مش كده برضو؟ والإجماع والعادة، العرف المعروف عرفا كالمشروع شرعا كالمشروط شرطا. واضح؟ مهمة الحتة دي، العرف اللي هو قال عليه الإمام الشافعي في أصول مذهبه العادة محكمة. العادة محكمة. وبدو صلاح البعض كبدو صلاح الكل. طب أنا عندي البستان بتاعي في عقبال عندكم 1000 شجر، ظهر مثلا إيه صلاح الثمر في 20% من الثمر من الشجر، الباقي لسه هيجي بعد شويه، كل شويه كل ما تمر كل يوم تلاقي ده زاد شويه ده زاد شويه. يبقى بمجرد بدو الصلاح في بعضها يجوز بيع الكل. واضح؟ لانهم في بستان واحد، في مناخ واحد، في بيئه واحده. يبقى معناه تباشير بقى، ماشيه الامور كويس. فهمت بقى ازاي؟ وبدو صلاح البعض كبدو صلاح الكل. وإنما جاز بيع بعد بدو الصلاح في الأحوال الثلاثة لأمن العاهة عليها غالبا لغلاظها وكبر نواها. واضح الكلام؟ وهو إيه؟ هو بدو الصلاح. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تحمار وتصفار. ده كلام النبي الجميل في نص الحديث في البخاري وفي مسلم، حتى تحمار وتصفار، يعني تاخد اللون الناضج، لون الثمر الناضج. النبي جاي من مكة، ومكة بيئة تجارة مش بيئة زراعة، ويكلم أهل الزراعة في زراعتهم، ويكلم أهل التجارة في تجارتهم، ويكلم أهل المهن في مهنتهم، ويكلم أهل العلوم في علومهم، ويكلم أهل الشرائع في شرائعهم. يقول لهم حتى ويتحداهم، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يقول لهم اللي في التوراة عندهم وهي بلغة غير العربية
وهو امي لا يقرا ولا يكتب، ويقول لهم لو مش مصدقيني طب هاتوها بقى وقروها، هتحداكم هتلاقوا زي ما قلت لكم. شفت بقى التحدي؟ نبي، نبي مخبر عن ربه، قلبه جامد، ما عندوش، مش واثق من نفسه لانه رسول الله. لكن لو الانسان معتاد يخاف يخش على كل اهل تخصص، في وسط تخصصه يتكلم، هيتكشف، يتكشف على طول. لكن ده مين اللي يكشفه؟ ده هو ربه اللي بعته، وطالما ربه اللي بعته يبقى ربه ستره، فاهم؟ يروح لكل تخصص ويكلمه في ادق تخصصه، ويطلع كلامه في منتهى الحكمه في كل تخصص. اوتي العلوم كلها صلى الله عليه وسلم. يعني الناس لو تقرا الفقه ده بس ويشوف ان ده طالع من نبي، امي لا يقرا ولا يكتب، خرج من بيئه تجاريه بتبيع وتشتري ما بتزرعش، يوم يقول صدق رسول الله على طول. ده رسول، ده مش انسان مصلح ولا انسان كده بيعند نفسه، لا ده مبلغ عن ربه صلى الله عليه وسلم. قوله وهو اي بدو صلاحها وضابطه وصلها الى حاله تطلب فيها غالبا للاكل. ده بدو الصلاح انها تبقى صالحه للاكل. وصلاح الشيء مطلقا ثمرا كان او غيره فهو بلوغه حاله يطلب فيها غالبا للانتفاع به. ففي الثمر ما ذكره الشارح اللي هو ايه، زي ما قال مثلا حلاوه القصب وحموضه الرمان ولين التين. التين يبقى لين طري كده تتك عليه، الرمان يبقى حامل مع حلاوه، يبقى وهكذا. وفي نحو القثاء ان تجنى غالبا، مش كده برضه؟ للاكل. وفي الزرع اشتداده، في الزرع اذا كان مثلا ايه زرع كده يشتد عوده، ما يبقاش بقى لين كده، يبقى يعني جاهز، زي مثلا ذره، زي غير حاجات من ده، او حاجه كده، اي زرع اشتداد العود. وفي الورد صلاحه يظهر امتى؟ بانفتاحه، فما ذكره الشارح بيان لبعض ذلك. نماذج يعني، هي مجرد نماذج، لكن كل ثمر له صلاحه، ويعرفوا اهل الخبره بقى. قوله فيما لا يتلون اي لا ينتقل من لون الى لون اخر، فلا ينافي ان له لونا، ولذلك مثلوه بالعنب الابيض. فعلامه بدو صلاحه لينه وجريان الماء فيه. قول وحموضه رمان اي في الحامض منه، واما الحلو منه فتعتبر حلاوته. يبقى في رمان حامض شويه تغلب عليه الحموضه، وفي رمان تاني يغلب عليه الحلاوه اللي احنا ما بنشوفوش ده، اللي في مصر كله حامض ما يجراش حاجه، يبقى هو كده اسمتنا كده الحمد لله. يبقى فيه بيختلف انواعه، واخد بالك؟ قوله وفيما يتلون اي ينتقل من لون الى اخر، وقوله بان ياخذ الى اخره اي يحصل باخذه. وقوله كالعناب راجع للحمره، العناب اللي هو ايه؟ زي الكركديه كده، مش كده برضه؟ كركديه تملت ليه احمر، يسموه العناب. حتى ما تقعد على قهوه بلدي يقول له ايه؟ كوبايه عناب، يروح جايب له كركديه. مش كده برضه؟ اه يعني عارفينها يعني. يبقى العناب حماره حمرته دي بدو صلاح. وقوله والاجاص او الاجاص راجع للسواد، ده زي الكريز كده تلاقيه في الشام موجود، عامل زي عناقيد كده زي العنب، وتلاقيه اسود، اما يسود يبقى حلو، واضح؟ حاجه زي الكريز كده، عارف الكريز؟ عارف العنب؟ زي قطف العنب كده، بس تلاقيه ايه حبياته سودة، وتلاقي فيها بذره رفيعه كانها برقوق، بس مش برقوق، بين البرقوق والعنب. حاجه كده سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. وقول والبلح راجع للصفره، في بلح اصفر طبعا، في بلح احمر، وفي بلح زغلول، وبلح سماني، وانواع كتير، درجه ان انواع التمر في المدينه بس 250 نوع في مدينه النبي ايام النبي، فما بالك الوقت بعد ما تقدموا في الزراعه. قالوا في بغداد لوحدها فيها 450 نوع من التمر، ربنا يحررها.
ده من جنس واحد. شوف ربنا يخلي يعمل انواع كتيرة من جنس واحد، سبحانه قادر. وكل الحكاية ايه؟ صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الاكل، فعل الله. الخامات واحدة والناتج مختلف، يبقى في فاعل مختار. وعشان كده قال ومن قال بالطبع او بالعلة فذاك كفر عند اهل الملة. الطبيعة ما تعرفش تنويع، حتى من المطبعة كله زي بعض. طالما الخامات واحدة يبقى الناتج واحد. لكن لا، اتفرج انت بقى في الاكوان، تلاقي الارض واحدة والمية واحدة والمناخ واحد، وحتى نفس الثمرة كلها طالعة من نخلة، يعني بلح، وتلاقي دي طعم ودي طعم. ده مش كده وبس، ده البلحة نفسها يتفاوت طعمها. اللي اول العنقود تلاقيه سكره معقود، ويقل بالتدريج جوه البلحة لحد اخرها، وكلما دخلت في العمق تتفاوت الحلاوة ويحل محلها مواد تانية. وكل ده في بناء بلحة واحدة، وكل البلحة دي اللي جنبها مش زيها، وهم في عنقود واحد. يعني فلينظر الإنسان إلى طعامه يقول آمنت بالله، على طول يقول آمنت بالله. وعشان كده قال ومن يقل بالطبع أو بالعلة، يعني من يقول أن الطبيعة فاعلة أو أن الحكاية علة ومعلول، أدم كده يبقى كده، ما فيش أدم كده يبقى كده، لأنه يخلق ما يشاء ويختار. فهمت بقى؟ يخلق. فربنا رد على الطباعيين والحكماء اللي قالوا بالعلل، رد عليهم بقوله يخلق ما يشاء ويختار، وقال نفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم إيه؟ يعقلون. عايز عقل دي، فكر. ما قالش يتفكرون حتى، قال يعقلون. يعني لأن التفكر أعلى من العقل، أدق من العقل. ليس كل عاقل متفكر، لكن دي واضحة قوي، مش عايزة تفكر، ده أي عاقل يدركها. فهمت بقى؟ سبحانه وتعالى آيات بسيطة جميلة، سطور، بيرد على مئات الآلاف من الكتب ومئات الآلاف من السنين قعد الفلاسفة يتكلموا ويعكوا ويصنفوا ويؤلفوا ويملوا ويحشوا عقول الناس في كلام فارغ. يجي لك آيات تمسح الكلام ده كله، وانت تقراها وانت بتتلذذ بسماعها، ومبسوط بألفاظها وبجرسها وبوقع كلامها وبحروفها، وبتتعبد بتلاوتها وجوه صلاتك. شفت بقى المسلم ربنا حلله كل المعضلات بحلاوة ازاي وبجمال. وعلشان كده بدأ المسلم من حيث انتهى الآخرون، وعلشان كده تلاقيه ايه بيتقدم. انما التاني لسه حيران، مش عارف ليه اتخلق واتخلق ليه وهيروح فين بعد الموت، وربنا عايز منه ايه، وهل في ربنا اصلا ولا مفيش، ولا تايه 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 تايه. وانت الامور دي عندك بقت بديهيات، منطلق بقى بتبني عليها، وهو لسه ما وصلهاش اصلا. فشفت انت سابقهم بقد ايه؟ شفت انت بقى سابقهم بقد ايه؟ وتفتكر ان هم سبقوك علشان في ايده كمبيوتر وبيصنع العربيه وراكب الصاروخ؟ ابدا. ده انت عندك من العقائد اللي بيه يجي هو يقعد يربع قدامك كده ويتعلم، يبقى تلميذ وهو واخد شهادة نوبل، يبقى تلميذ عند مين؟ عند أصغر طفل من أطفال المسلمين، يقول له قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم، مش عارفها دي، ده مش عارف إن الله أحد، ده لسه، ده فين ده؟ ده لسه وراء الوراء. وإحنا أطفالنا في بدايتهم عارفين إنه أحد، إنه لم يلد ولم يولد، وإن الله على كل شيء قدير، وإن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، وإن الله رقيب، وإن الله قدير، وإن الله سميع، وإن الله بصير. إيه ده؟ الحاجات اللي إحنا بنقولها دي بديهية، دي مش عايزة مناقشة، دي قلقة ناس كتير ومتايوها ناس كتير. فعرفت إنك أنت بدأت من حيث انتهى الآخرون، عرفت يعني إيه كنتم خير أمة أخرجت للناس، عرفت إن خلقنا الإنسان في أحسن تقويم اللي هو المؤمن. وإلا فيصح رجوعه للكل، لأن منه الأحمر والأسود والأصفر وغيرها. وأما قبل بدو الصلاح، لعل الشارح ذكر ذلك توطئا للتعميمات التي ذكرها بعد، وإلا فلا حاجة إليه، لأنه مذكور في المتن قبل
قبل إلا. وقوله فلا يصح بيعها مطلقا أي في جميع الحالات، فالمراد بالإطلاق هنا جميع الأحوال، ليصح استثناء الشارح منه بقوله إلا بشرط القطع، يعني لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه إلا منفردا عن الشجرة إلا باع إلا بشرط القطع، ولا يصح هذا البيع إلا إن كان في انتفاع بيها، وإلا يبقى تضييع لأموال الناس. أبيع له حاجة غير منتفع بيها وأقول له اقطعها دلوقتي، الله إزاي بقى؟ وفين النصح لكل مسلم؟ مش اللي هيشتري ده مسلم؟ فين النصح؟ طب لو مش مسلم؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا واتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، حتى لو كافر ما ظلموش. شفت إزاي بقى؟ فالمسلم تلاقيه إيه؟ بيعامل الخلق مطلقا بالرحمة وبالنصح مطلقا، والمسلم له زائر حق على سائر الخلق كمان، يعامله بقى بالإحسان فوق بقى انه بيعامله بقى بالنصح، يعامله كمان بالإحسان وبالرفق كمان عشان مسلم. إلا بشرط القطع في عدم الصحة في سورة الإطلاق وسورة شرط الإبقاء، وأما سورة شرط القطع فهي صحيحة كما علم مما مر، قول لا من صاحب الشجرة ولا من غيره، أي لا لصاحب الشجرة ولا لغيره إنه يبيع الثمر قبل بدو صلاحه منفردا عن الثمر، لا صاحب الشجرة يبيع ولا من غير مالكها كوكيل موكل محامي، أقول له روح الإيه بيع لي الثمار بتاع الشجر، فيروح يبيع بالنيابه عني، ما يبيعش قبل بدو الصلاح، لا يجوز لي. يبقى لا يجوز للملك الاصلي ولا يجوز لغير مالكها بوكاله او ولايه. او ولايه غير المالك يتصرف امتى؟ بالوكاله او الولايه. الولايه زي ولايه على السفه، سفيه. مش كده برضو؟ او صغر سن او جنون او فلس. مش دي اسباب الولايه؟ مش كده برضو؟ لا من صاحب الشجرة ولا من غيره، أي لا لصاحب الشجرة ولا لغيره. فمن بمعنى اللام، لا من صاحب يعني لا لصاحب الشجرة، ولا من غيره يعني ولا لغيره. لكن في صورة بيع لصاحب الشجرة لا يلزم الوفاء بالشرط، إذ لا معنى لتكليفه قط. يعني لو أنا ببيعها لنفسي لصاحب الثمرة، يعني صور غريبة شوية كويس، يبقى ايه؟ لا يلزمني الوفاء لنفسي لان انا نفسي. افرض انا صاحب الثمره صاحب الشجره وانا نفسي تاجر في السوق، باخد ثمار شجري دي وببيعها انا، مش بجيب انا واحد يشتري مني، ده انا بقوم بالمهمه كلها من بابها. فهم؟ اذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره، وفائده الشرط صحه البيع فقط. علشان يصح البيع فقط. قوله إلا بشرط القطع أي إن بيعت منفردة عن الشجرة، كما قيده الشارح بذلك في أول المسألة، ويشترط في هذه الحالة أن يكون المقطوع منتفعا به. يشترط بقى أن المقطوع هنا منتفع به، لكن قبل بدو الصلاح وغير منتفع به يبقى لا يجوز بيعه أصلا، لأنه ده تضييع مالية، بضيع ماليته. واضح؟ أبيعه وهو غير منتفع به وأقول له اقطعه، الله ده شغل هبل بقى، احنا قاعدين في سراية المجانين نبقى. فهمت ازاي؟ ما ينفعش. وإلا فلا يصح البيع كما هو ظاهر، فإن بيعت مع أصلها، طب افرض بيعت الشجرة مع أصلها، جاز خلاص لأنه خد الأصل والفرع معاه. زي أما بيع بالظبط إيه جاموسة وفي بطنها جنينها، ما يجراش حاجة. ما يجراش، لكن ما ينفعش أبيع الجنين وهو في بطن أمه. لكن أما أبيع الجاموسة بجنينها ينفع زيها، لان الجنين فرع للاصل، فما ينفعش ابيع الفرع قبل ما ايه يظهر ويوقوق قدامي، هيبقى مش هيوقوق هينعر بقى، ولا اشوف بقى بيعمل ايه، يوم ما اشوفه قدامي حي، لان ممكن ابيع الجنين ويطلع اللي في بطنها اتنين وانا دافع ثمن واحد، اول ما تولد تجيب اتنين يقوم صاحبها يحمرق يقول لا انا كنت فاكر اللي في بطنها، يقول له ما كنت تعمل لها سونار يا اخي، ويتخانقوا بقى. ما ينفعش، استنى ما تولد عشان ما نتخانقش، استنى ما تولد. فهمت؟
عشان كده النبي بايع ابنها، نهى عن بيع ايه؟ الجنين في بطن امه والثمر ايه على الشجر وقبل بدو صلاحه، والطير في الهواء والسمك في الماء، ما ينفعش الحاجات دي كلها، كل الحاجات دي ما تنفعش. ولا يصح بيع البطيخ والباذنجان ونحوهما قبل بدو الصلاح الا بشرط القطع. جايب لك البطيخ والباذنجان ليه؟ عشان مخفيين، ما بيشوفهمش، لازم اطلعهم له عشان يشوف، فاهم؟ كانه بيبيع مجهول ما يعرفوش. ولا يصح بيع البطيخ والباذنجان ونحوهما قبل بدو الصلاح الا بشرط القطع، وإن بيع من مالك الأصل، وإن بيع من مالك الأصل، وإن بيع يعني من مالك الأصل، ولو إيه يعني اشتراهم يعني مالك الأصل. بيع لمالك. لمالك الأصل. ولو بيع ذلك مع أصوله، ولو بيع ذلك مع أصوله فكبيع الثمرة مع الشجرة، بعت له الغيط كله الأرض بالبطيخ اللي فيها، ممكن. ما يجراش حاجة. ما هو خد بقى الأصل والفروع اللي فيها. واضح؟ على المعتمد. انتوا عارفين يعني ايه بطيخ؟ غير المصريين عارفين يعني ايه بطيخ؟ عارفين؟ بطيخة تلاقيها بتاع كبيرة كده؟ ها؟ الحمد لله. البطيخ في كتب السنة يقصد بالشمام. البطيخ يقول لك أكل النبي البطيخ بالرطب، اللي هو الشمام بالرطب. لأن لم يرى النبي البطيخ الأحمر أصلاً. ما شافوش صلى الله عليه وسلم. ما شافوش يعني في حال حياته البشريه، لكن النبي شاف كل حاجه. وربنا اراه كل حاجه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته البشريه لم يعرف انه ذهب للبحر رآه بعينه. واخد بالك ازاي؟ مع الناس كده شاف البحر او رأى البطيخ الاخضر. اللي هو بنشوفه ده اللي هو جواه احمر. لكن ايه لكن النبي مش معنى كده انه ما يعرفوش، لا. ده النبي شاف الجنة وما فيها، وشاف النار وما فيها، وشاف حتى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف غير الإسراء والمعراج كمان، لما أطال فيها فقال لهم: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته اليوم. يا خد بالك، ما قالش أعلمته. النبي كان يعلم كل شيء لكن لم يرى كل شيء علمه. ففي صلاة الكسوف ربنا وراله اللي اعلمه بيه، شافه بقى، فانتقل من علم الى عين. النبي في دوام الارتقاء على طول كده، في دوام الارتقاء. ربنا يعلمه ويوريه اللي يعلمه بيه، يعلمه ويوريه اللي يعلمه بيه. حتى انه بيقول ايه؟ فعرفت كل شيء، فتجلى لي كل شيء وعرفت. في الحديث التالي بقى تاني، عشان تعرف ان النبي في كمال الترقي في المعارف والعلوم، كل شويه ربنا يفجر في علوم، فجر في معارف. في الحديث اللي رواه الامام الترمذي في تفسير سوره صاد فيما يختصم الملأ الاعلى، قال: رايت ربي في احسن صوره، فسالني فيما يختصم الملأ الاعلى، فقلت: الله اعلم. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري، فتجلى لي كل شيء وعرف. كل شيء وعرف. يبقى مين اعلم الخلق؟ هو رسول الله على الاطلاق. اعلم من جبريل، اعلم من جبريل بمراحل. ده جبريل علومه بالنسبه لعلوم النبي كذره في بحر، لان علوم سيدنا جبريل لا تتجاوز سدره المنتهى والنبي تجاوزها، فصار من علومه علم اللوح والقلم، من علوم النبي، لان علم اللوح والقلم يطلع عليه عوام الملائكه فضلا عن جبريل. والنبي عدى الحاجات دي كلها. فهمت بقى المسألة؟ يا الله. وعشان كده متحققة في النبي كل لحظة، وقل رب زدني علم. كل لحظة يزداد النبي علم، وقل رب زدني علما. مع كل لحظة في أناء الليل والنهار النبي يزداد علما، ولا نهاية لعلوم الله التي يعلمها لنبيه، لأنه لا نهاية لكلام الله. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم خزانة العلوم والأسرار،
صلى الله عليه وآله وسلم. ولو بيع ذلك مع أصوله فكبيع الثمر مع الشجرة، ذلك اللي هو الباذنجان والبطيخ والحاجات دي لو اتباعت مع أصلها يعني أرضها المزروعة فيها تبقى زيها صح. ولو كانت الثمرة يغلب تلاحقها واختلاط حادثها بموجودها كالتين لم يصح بيعها ولو بعد بدو صلاحية إلا بشرط القطع. يعني بعض الثمار تلاقي إيه بيختلط الجديد، تلاقي حاجات منها لسه ما فتحتش وحاجات فتحت وحاجات بدت ثمرها، يبقى في الحالات اللي زي دي لا يشترط بيعها إلا بشرط القطع بقى. وهو هيقطعها على مراحل، بيقطع اللي استوى منها ويجي تاني يوم يلاقي حاجات تانية استوت، يجي تالت يوم حاجات تانية وهكذا. وإذا وقع اختلاط فيما شرط فيه القطع قبل التخلية خير المشتري ما لم يسمح له البائع، فإن بادر وسمح سقط خياره. يعني إذا وقع اختلاط فيما شرط فيه القطع قبل التخلية خير المشتري. لو حصل اختلاط يعني احنا ايه يعني حصل اختلاف بين المشتري وبين البائع، انت شرطت القطع ولا ما اشترطتش القطع، ايه خير المشتري في القطع من عدمه ما لم يسمح له البائع، فان بادر وسمح سقط خياره. واما بعد التخلية فلا خيار للمشتري. التخلية يعني ايه؟ يدخله البستان بتاعه ويخلي بينه وبين الشجر، يقول له هو قدامك خش اقطع. فلا خيار للمشتري، ثم إن توافق على قدر فذاك، وإلا صدق المشتري بيمينه في قدر حق الآخر لأن اليد له، لأن طالما خلى له الشجر بقت اليد في يد المشتري. لما يحصل خلاف اليد للمشتري فيصدق المشتري بيمينه ما لم يأتي البائع ببينه. واضح؟ ايوه لما تبقى في يدي صاحب السلع، يعني اللي في يده السلع بس خلى بينه وبين المشتري في الصوره دي، خلى بينه وبين المشتري، فصار المشتري قبض الشجر ليقطع ثمره. فهمتني ازاي؟ فخلاص يبقى ايه، نشوف الحاجه في يد مين ويبقى يصدق بيمينه للي في ايده. واضح؟ يعني انا قاعد في شقه وحطت فيها عفش وساكن فيها، والجيران كلها عارفين ان الدكتور يسري قاعد في الشقه دي، كل الجيران. تيجي انت فجاه تطب عليا وتقول دي الشقه دي بتاعتي على فكره، بس انا سافرت بقالي 10 سنين والشقه دي بتاعتي، والجدع ده جه كسرها وقعد كده، وما عندكش اي بينه ولا عقد بيع ولا بتاع ولا شهود ولا اي حاجه، ورحت اشتكتني. واخد بالك؟ يا اما تجيب انت بينه يا اما انا احلف واصدق. ليه انا اللي هحلف بقى؟ لان انا اللي شاغل العقار، العقار في ايدي، فانا وضعي اقوى منك. فهمت ازاي؟ طالما انا اللي شاغل العقار يقوم القاضي ايه يعتبر دي كلها شوشره، يقول لي احلف، خلاص احلف وما انظرش في الدعوه بتاعتك خالص، لانك مش جايب بينه. البينه على المدعي واليمين على من انكر. انت بتدعي عليا ومعكش بينه، يبقى اليمين على من انكر. فهمت؟ قول سواء جرت العادة بقطع الثمرة أم لا، أي فلا يكتفى بجريان العادة بقطعها عن شرط القطع، بل لابد منه لصحة البيع. قول ولو قطعت شجرة، طب افرض أنا قطعت شجرة أو فرع شجرة وفي الثمر بتاعه، ممكن أبيعه بالثمر اللي عليه، مش كده برضو؟ غرض الشارح بذلك تقييد كلام المصنف بما إذا كانت الشجرة قائمة غير مقطوعة، وقوله جاز بيعها بلا شرط قطعها، وكذلك لو قلعت او جفت، لو الشجره نفسها اتقلعت او جفت، يعني خلاص دي اخر ثمر هيطلع فيها لانها جفت خلاص عمرها انتهى، لان الثمره لا تبقى عليها، فنزل ذلك منزله شرط القطع. في الحاله دي ممكن ابيع الثمره من غير ما اقول له مشروط القطع، لانه مشروط جواها، لان هي اصلا خلاص الشجره خلصت، اتقطعت جفت انقلعت من جدرها. فلو غرسها البائع فنبتت قبل ان تقطع الثمره، طب افرض بقى البائع راح غرسها وابتدت بقى ايه تخضر تاني، يطلع منها براعم خضره، دليل انها ابتدت تحيا تاني قبل ان تقطع الثمره، فهل يكلف المشتري القطع لان شرط القطع موجود حكما
أو لا يكلف لعدم التصريح بشرط القطع. والأقرب الأول إنه هو يكلف المشتري القطع، كما قالوا الشبرملسي، الشبرملسي من شبرملس، بلد اسمها شبرملس تبع المنوفية باين، فكانوا بيسموا العلماء باسماء بلادهم، لأن الأزهر ده كان يجوا العلماء من جميع البلاد، فيسموا فلان المنياوي وفلان الطنطاوي وفلان الصعيدي وفلان الدمنهوري والإوسني والشبرملسي والإسناوي والأشموني وهكذا بقى، تلاقيهم كلهم مسميين، والبيجوري إبراهيم البيجوري أو البجور وهكذا، كانوا يسموهم باسماء بلادهم ينسبوهم لبلادهم. والغريب ان كل الطنطاويه تلاقيهم جايين من الصعيد، برغم طنطاوي حاجه غريبه، طنطا دي في الغربيه، لكن تملي تلاقي الطنطاوي اللي اسمه طنطاوي تلاقيه صعيدي وجاي من سوهكه بالذات، مش عارف لا الله اعلم، يمكن اجدادهم كانوا طنطاويه زمان فراحوا الصعيد اشتهروا بهذا، وبعدين قلنا احنا وهم صعايده ما شفناش الاصل، وعلى الاصل ده، لكن اهو زي احنا برضه يقول لك فلان المغربي، المغربي يعني ايه؟ يعني جاي من المغرب، وتلاقيه مصري ابا عن جد، يقول لك فلان المغربي، يمكن جده السابع كان مغربي وجاء مصر استوطنها، فبقوا زي برضه التونسي، ده في حي هنا اسمه حي التونسي، جاي بالنسبه لتونس، زي جماعه توانسه قعدوا فيه فسموه التونس، وهكذا، وبينسبوا الناس لبلادهم عشان يعرفوه، فده زي الشبرملسي ده برضه، الشبرملسي. وفي الشبرة بخومي اللي هي شبرة بخوم برضه، ما هو مصر فيها كذا شبرة، شبرة البلد وشبرة الخيمة وشبرة ملس وشبرة بخوم وشبرة خيط وشبرة ايه البلد باين وشبرة منط جنب الحوامدية، فيها شبرة كتير، يعني مصر مليانة شبرة. كل حتة من دي طلعت علماء على فكرة، كل الحتة دي البقاع دي طلعت علماء كبار. يا الله، يبقى كما صرح به الشبرملسي. ايوه، ومثله ما لو كانت يابسه فاخضرت. ايوه، هي شبره، احنا المصريين العوام يقول لك شبره، لكن هي الفصحى بتاعها شبره بفتح الشين، شبرخيت يقول لك فلان الشبرخيتي، واخد بالك؟ والشبراوي برضه، الشيخ الشبراوي، الشبراوية دول كلهم معظمهم بكريين من نسل سيدي أبي بكر الصديق، زي العدوية كده من نسل سيدنا عمر بن الخطاب، العدوية، وفي العدوى، قرية العدوى في الصعيد تلاقيهم من نسل سيدنا عمر، وهكذا كتير، لأنها كانت قبائل زمان وتهاجر وتعيش وتستوطن، لأن مصر أرض رخاء وخير وأهلها بيحبوا الناس الطيبين فيستوطنوا ويعيشوا، يحبوا يعيشوا في مصر، لان اللي بيشرب من نيلها ما يسيبهاش لانه بيتنيل، فالحمد لله على نيلها، والله هو كان نيلها احنا اللي نيلناه، هو كان نيل حلو احنا اللي نيلناه، خلينا كل المصانع تصب فيه والمجاري تصب فيه لما نيلناه، لكن هو طول عمره نهر محترم مقدس جميل حلو، لكن احنا العيب في مصر هو المواطن المصري، لو خالوا المواطن المصري ده ودوا بلد تانية يخيبها ويجيبوا مواطنين تانيين يعيشوا هنا، هتلاقي مصر دي أحلى بلد في العالم، لكن نعمل إيه في المواطن المصري ده؟ ربنا سبحانه وتعالى يصلح حاله، أولا يحب يكسر النظام ويكسر اللوائح ويكسر القوانين ويكسر كل حاجة، ومتسرع ويدور على مصلحته القريبة، واخد بالك إزاي، وعايز ياخد بلا جهد وعايز ياخد بلا شغلانة، طول ما هو جوه بلده، طلعوا بقى بره بلده تلاقيه محترم منضبط مواظب مجتهد، مش عارف يجي بلده يخيب، الله ليه؟ يبقى احسن حل ناخد المواطن المصري ده يعيشه في بلد ثانيه عشان ينجح بقى هناك، ونجيب بقى ناس ثانيين نستوردهم يبقى مواطنين شرفاء محترمين، يقوم النيل يتحول الى نيل بعد ما كان نيله ثاني بقى، يرجع نيل بقى من اول وجديد، ربنا يصلح حالنا. قول ولا يجوز بيع الزرع الاخضر، أي ولا يصح أيضا، ويجري في بيع الزرع المذكور ما في بيع الثمرة والأرض كالشجرة، فإذا بيع قبل بدو صلاحه منفردا عن الأرض فلا يصح إلا بشرط القطع أو القلع، يعني الملوخية مش دي زرع أخضر؟ يبقى ما ينفعش أبيعها إلا بالقطع على طول،
لازم يقطعها. البرسيم يقطعها وبيع قطعية قطعية، بس البرسيم ده يتقطع وينمو تاني، يقطع تاني وينمو تاني، يقطع تاني، يبقى بيعه بالحشة. الجماعة ايه الفلاحين يقول لك بالحشة، يعني حش حشة بكام بكذا خدها، وبعد ما تطلع الحشة تاني يجي حش دي ويدفع كل حاجة بحشتها. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ده بشرط القطع. الا بشرط القطع محلاها عيشة الفلاح والله فعلا حلو، هذا عايش كده مع الارض ويرويها ويشوف قدرة ربنا والزرع صالح، حاجة نعمة. وما يأكل من ايه من حيوان او انسان او طائر الا وياخد صدقة. يبقى فعلا شفت بقى عبد الوهاب قاعد يغني له ازاي، قال لك محلاها عيشة الفلاح ليه؟ ها؟ دلوقتي ما بقاش في فلاح للاسف. مصر للاسف لا بقت زراعيه ولا صناعيه، بقت مهلبيه. ما حصلتش للاسف. ربنا سبحانه وتعالى يعني يثبت اقدامها فيما فيه النفع. سواء بيع لمالك الارض او لغيره، فان بيع مع الارض صح بلا شرط قطع او قلع، واذا بيع بعد بدو صلاحه صح بلا شرط قطع ان كان المقصود منه غير مستتر، يعني المقصود منه ثمرته تظهر مش تحت الارض، بخلاف ما اذا كان المقصود منه مستترا فلا يصح بيع نحو فجل في ارضه، ولا نحو الحنطه والعدس من كل ما المقصود منه غير مرئي. مرئي الحنطه اللي هي القمح لانه جوه سنابله مش باين، يبقى بعد ما ادرسه واعمله ابقى ابيعه بعد كده بعد ما ازريه ويبقى تبن وقمح ابيع بقى. فقول الشارح او منفردا عنها بعد اشتداد الحب الى اخره يحتاج الى هذا التقييد، اعني كون المقصود منه غير مستتر كالشعير والذره الصيفي، بخلاف المستتر في سنابله فلا يصح بيعه وان اشتد حبه، لكون المقصود منه غير مرئي، وعند الشافعيه لا يجوز بيع الايه غير المرئي. غير المرئي لا يجوز عند الشافعيه، غير المرئي برضه حتى لو حاضر. الغائب يبقى مش موجود في مجلس العقد، غير المرئي يبقى في مجلس العقد وانا مغطيه. فهمت؟ ما ينفعش. وما اعتيد في ديار مصر من بيع البرسيم الاخضر بعد تهيئه للراعي، تهيئه للراعي صحيح بلا شرط القطع، ولا يدخل في البيع الا الجزه الظاهره اللي هي الحشه او الجزه. من الباجور بقى، الشيخ البيجوري بيكلمك راجل ايه خبير فلاح تمام فاهم الدنيا ماشيه ازاي. حيث كان يجز مره بعد اخرى. قول ومن باع ثمرا او زرعا لم يبدو صلاحه الى اخره، هذا مشكل، لانه لا يصح بيع ما ذكر الا بشرط القطع او القلع، ومع ذلك لا يلزم البائع السقي. فالصواب ان يقول ومن باع ثمرا او زرعا بدا صلاحه الى اخره، وعبارة الشيخ الخطيب وعلى بائع ما بدا صلاحه من الثمر وغيره سقيه الى اخره. ويمكن ان يصور كلام الشارح بما اذا باع ما لم يبدو صلاحه بشرط القطع او القلع، وكان لا يتأتى قطع او قلع الا بعد مدة طويلة يحتاج فيها للسقي، فانه يلزم البائع حينئذ سقيه. لازمه سقي أي لأنه من تتمة التسليم الواجب، فلو شرطه على المشتري بطل البيع لأنه مخالف لمقتضى العقد. ومحل لزوم سقيه للبائع إن كان مالكا لأصله ومحله، لأصله اللي هو شجره ومحله اللي هو أرضه فيما يحتاج للسقي، بخلاف البعلي وهو الذي يشرب بعروقه لقربه من الماء. البعلي اللي هو ايه، تلاقي الشجر ضارب في الارض بعروق والنهر قريب فما بيحتاجش يتسقي، ده ما يحتاجش يتسقي لان هو اصلا بيشرب ايه لوحده، فانه لا يحتاج للسقي، فلا يلزم البائع سقيه كما هو ظاهر. قول قدر ما تنمو به الثمره وتسلم عن التلف، فان تلف بترك السقي ولو بعد التخليه انفسخ البيع او تعيب ثبت الخيار. كويس؟ يبقى لو تلف علشان ما سقاش يبقى العقد اتفسخ. طيب ما تلفش لكن استعاد
يعني في ثمار لو ما سقيتهاش في وقت معين تلاقيها ناشفة من جوه كويس، زي البرتقال الصيف، وزي انواع بعض البطيخ تيجي تفتح البطيخة تلاقيها مشققة من جوه وحمرة وحلوة لكن مشققة لانها ما تسقيتش كويس في وقت معين. وتيجي برضو البرتقال الصيفي لو ما تسقاش كويس تيجي تفتحها تلاقي كلها تفل مفيهاش مية، يبقى هنا تعيب لكن ما تلفش. يبقى لو تلف يعني تلف خالص او تعيب يبقى ثبت الخيار للمشتري. قوله سواء خلى البائع بين المشتري والمبيع او لم يخلي فيلزمه السقي في الحالتين، يلزم للمالك يعني، ويتصرف فيه المشتري ويدخل في ضمانه بعد التخلية. بعد تخليته يعني بعد ما يكون خلص السقي بتاعه كل حاجة وخلاه بقى، وبعدين جاب بقى لكده يعني آفة من السماء فحرقت الثمر، خلاص بقى يبقى ده بضمان المشتري، ده نصيبه كده. واضح؟ ولا يجوز بيع ما فيه الربا. نقف عند هذا ان شاء الله يوم الخميس القادم، وبعد كده أجازة ان شاء الله، شهر رجب، شهر شعبان يعني، ورمضان، ونلتقي الخميس اللي هيبقى لا تاني خميس في شهر 10 هنبقى نقول لكم 14 هيبقى 8 هيبقى 8 الخميس 18 لان هيبقى 11 خميس ده هيبقى تبع الستة البيض اجازه. هنلتقي بقى ايه وهيبقى طبعا بعد العشاء لان هيبقى التوقيت ايه رجعوه تاني زي ما خلقه الله اول مره، واخد بالك ازاي؟ يرجع التوقيت الطبيعي العادي. فاحنا في التوقيت الطبيعي بيبقى الدرس بعد العشاء ساعة، وفي التوقيت الصناعي بنخليه بين المغرب والعشاء. واضح؟ فان شاء الله الخميس القادم وبعد كده الاجازة السنوية، وكذلك عندنا ايه السبت القادم والذي يليه في البخاري، وبعدين الاجازة السنوية، ونلتقي 13 السبت 13. وكل عام وانتم بخير. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.